أنا حابب النهاردة أتكلم مع حضراتكم على مرض هبوط عضلة القلب. الحقيقة مرض هبوط عضلة القلب هو مرض بنسميه مرض عضال، وهو مرض مزمن زي اللي عنده سكر وزي اللي عنده ضغط. يستلزم وعي شديد جدا سواء من المريض أو من أسرة المريض اللي هي الناس المحيطة بمريض هبوط عضلة القلب. مرض هبوط عضلة القلب معناه إن عضلة القلب اللي هي المضخة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها عشان تضخ الدم وتغذي كل أنسجة الجسم بالغذاء بتاعها والأكسجين بتاعها، بتعتل وتصبح غير قادرة على ضخ الدم. ينشأ عن كده مجموعة كبيرة جدا من الأعراض، على رأسها إن المريض بيشعر بنهجان شديد جدا، ممكن يحس إن هو مش قادر يعمل مجهود، بيتعب من أبسط مجهود. بتجيله أعراض في صورة إنه لما بيجي ينام على ظهره بيتخنق ويبقى عايز يقوم يقعد. ممكن المريض ده في وسط الليل يصحى على خنقة أو كرشة نفس وتجيله كحة كتيرة جدا. ممكن يجيله تورم في رجليه ورجليه تورم جامد. وبرضه أخيرا ممكن يشعر المريض ده إنه لما بياكل أي لقمة بسيطة بامتلاء شديد جدا وعسر هضم شديد جدا. دي معظم الأعراض اللي بيشعر بيها مريض هبوط عضلة القلب. والحقيقة هبوط عضلة القلب هو مش مرض، هو نتيجة لمرض. يعني مفيش حاجة اسمها هبوط عضلة القلب من نفسه كده، يعني لازم يكون في سبب أدى إن عضلة القلب الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها تضعف. المعلومة بتقول إن كفاءة عضلة القلب الطبيعية من 55% إلى 75%، يعني ده معنى كده إن أي إنسان طبيعي ربنا سبحانه وتعالى خلقه بتكون عضلة القلب عنده من 55 إلى 75%. مفيش إنسان 100%، دي معادلة كده بنحسب بيها انبساط وانقباض العضلة بينتج عنها الرقمين دول. الإنسان اللي عضلة القلب عنده 55 أو 60 أو 65 أو 75 كلهم زي بعض، مش معنى إن ال 75 أحسن من اللي عنده 60 ولا اللي 60 إنه أضعف من ال 75، هما الاتنين نفس الإيه؟ نفس الرقم. ده رينج العضلة بتتحرك فيه، والرينج ده متغير. يعني لو المريض راح النهارده عمل ايكو لقى ان العضله عنده 60% وبعدين بعدها بكام شهر عملها طلعت 65، مش معناه ان العضله اتحسنت والعكس صحيح. ده رينج العضله بتتحرك فيه وده رينج طبيعي. المشكله كلها ان الكفاءه بتاعت عضله القلب تبتدي تنزل عن المعدلات الطبيعيه وتبقى الكفاءه بتاعتها اقل من المعدل الطبيعي، يعني تبقى 40% 35% 30%. بينشأ عنها الاعراض السابقه اللي احنا لسه شارحينها. السؤال اللي بيطرح نفسه دايما، العضلة دي ضعفت ليه؟ لازم ندور على أسباب بتؤدي إلى ضعف عضلة القلب. وده المفروض إن أول ما المريض بيشعر بالأعراض بتاعة هبوط عضلة القلب دي إنه بيتوجه للطبيب بتاع القلب، وطبيب القلب بياخد التاريخ المرضي من المريض وبيحاول يبحث ورا الأسباب اللي أدت إلى ضعف عضلة القلب. على رأس الأسباب دي ومن أكثر الأسباب للأسف الشديد مرض قصور شرايين القلب، إن الإنسان يكون عنده ضيق في شرايين قلبه، والضيق ده سواء أدى إلى جلطة كبيرة جدا في القلب أدت إلى جزء كبير جدا من عضلة القلب فقد الوظيفة بتاعته، أو إن المريض ده عنده ضيق متعدد بشرايين القلب فالإمداد الدموي للعضلة قل بشكل كبير، وبناء عليه بدأت كفاءة عضلة القلب تنزل تدريجيا لغاية ما كفاءتها نزلت. سبب آخر لهبوط عضلة القلب مهم جدا، ارتفاع ضغط الدم المزمن. يعني إنسان يكون عنده ضغط دم مرتفع، ضغطه 170 و180 و190 وسايب نفسه سنة واثنين وثلاثة، يحصل تضخم في العضلة وبعدين بعد التضخم الكفاءة تنزل. يتبع الكلام ده مشاكل في صمامات القلب، يعني إنسان يكون عنده روماتيزم في القلب، يكون عنده ضيق في صمامات القلب وبرضه ما بيعالجش الضيق ده، ينشأ عنده هبوط في عضلة القلب. في بعض الأمراض الوراثية اللي بتسبب ان الانسجه بتاعت عضله القلب نفسها بتتغير وتتليف، ودي امراض نادره شويه لكن بنشوفها، يمكن علاجها مش جذري لكن ممكن نتعامل معاها. النقطه اللي تهمنا جدا ان اي انسان عنده هبوط في عضله القلب مهم جدا جدا يبحث عن السبب، لان دايما السؤال اللي بيتطرح لو انا عندي هبوط في العضله، هي العضله دي ممكن ترجع لطبيعتها مره تانيه والكفاءه بتاعتها تتصلح؟ ممكن ده يحصل لو انا عندي سبب يمكن اصلاحه. بمعنى لو النهارده عندي واحد عنده ضيق في شرايين القلب وعضله القلب بتاعته ضعيفه، والشخص ده اتعمل له قسطره وبين ان الشرايين دي مسدوده، لو تم اصلاح ضيق شرايين القلب ده سواء عن طريق القسطره والدعامات او عن طريق عمليه جراحه قلب مفتوح، واتعمل حاجه اسمها اعاده ترويه لعضله القلب مره تانيه، العضله الضعيفه دي مع الوقت هتتحسن مره تانيه. وطبعا لازم يتعمل قبل اجراء القسطره دي او
عملية القلب المفتوح دي إجراء مهم جدا، اللي هو اسمه اختبار حيوية عضلة القلب، يعني يتعمل اختبار للحيوية عشان نتأكد إن العضلة دي لو إحنا فعلا عملنا ترويه للعضله دي هتقوم على حيلها تاني وتتحسن وكفاءتها تزيد. الاختبارات دي ممكن تبقى في صوره الرنين المغناطيسي، المسح الذري، الموجات الصوتيه الاجهاديه على عضله القلب بالايكو، حاجات من هذا القبيل بتدينا انطباعات ان العضله دي ان شاء الله فيها الامل وفيها الخير انها ترجع لطبيعتها مره تانية. طبعا اسوأ حاجه ان المريض يفضل ياخد ادويه وعلاجات بدون ما يصلح السبب، لان مهما خد من ادويه عمر ما السبب هيتصلح. بعض الامراض الاخرى زي مثلا واحد اصيب بجلطه كبيره في العضله والجلطه دي ادت الى تليف في العضله، في الحاله دي خلاص ما فيش حاجه تتعمل اكتر من علاج طبي دوائي. فهنا العلاج الطبي الدوائي هو حجر الزاويه في تحسن حاله المريض، والعلاج ده بيكون مجموعه معينه من الادويه بتتداخل مع بعضها وتتناغم مع بعضها، وبندخلها للمريض تدريجيا بناء على حالته الصحيه العامه، وظائف الكلى بتاعته، وظائف الكبد بتاعته، ضغط الدم بتاعه، نبضه، سنه، كل الكلام ده بيحكمنا في اختيار انواع الادويه. وبنبني الادويه دي للمريض بالتدريج، بمعنى ان العيان ده لما بيجي ياخد الدواء بياخده بمعيار ومقدار ثابت، بنقعد نرفع الادويه دي تدريجيا زي اللي بنطلع كده بعماره، الدور الاول الدور الثاني، لغايه ما نوصل بيه لاحسن وضع ممكن بالادويه دي، بنحسن بيها الحالة الصحية العامة. الغرض اللي دايما انا والمريض بندور عليه ان الـ ان الـ ان الكواليتي اوف لايف او اسلوب حياة المريض ده يبقى احسن. النهارده الراجل ده مش قادر يمشي، لا بيقدر يمشي. كان بيقف 4 5 مرات في نص السكة، لا بيقدر يكمل مشواره طبيعي. مش قادر يخدم نفسه، لا النهارده بيخدم نفسه ويقدر يخش تواليته ويخش ياخد دش من غير ما يتعب نفسه. العيان ده مش يقدر ينام على ظهره، لا بينام على ظهره. كانت رجليه ورمة، لا الورم راح. بيحس بعسر هضم شديد، لا الحمد لله النهارده بياكل ويشرب طبيعي. بدأ ينجيج في اكتيفيتيز طبيعيه، يقدر يروح يصيف، يخرج مع اولاده مع احفاده، يقدر ان هو لو ربت منزل تعمل لقمه بسيطه في البيت، يعني تقدر تمارس حياتها بشكل طبيعي بدون ما تحس انها معوقه او مش قادره تعمل ده. اخر حاجه خالص، طب العيان ده يا جماعه اللي عنده هبوط في عضله القلب، هل ده العيان بيوقف الادويه او يمنع الادويه؟ قطعا لا، لازم المريض ده يستمر على الادويه بتاعه القلب بتاعته بانتظام. وحتى لو حصل تحسن في الحاله ده مش معناه ان المرض راح، لازم العيان ده قبل ما يقرر ان هو يوقف الادويه او يقلل الجرعات بتاعتها، وده بيحصل في كتير جدا من المرضى، لازم يراجع الطبيب. لانه لو عمل ده بعد شهر او 2 او 3 هترجع الحاله تسوء تاني وتتدهور تاني، ونرجع نبتدي من نقطه الصفر مره تانيه. السؤال الاخير، ناس بتسال طب انا عضله القلب دي ممكن تتحسن وكفاءتها تزيد؟ قلنا اه لو في سبب يمكن اصلاحه، لكن لو المريض ده عنده هبوط في عضله القلب بدون سبب يمكن اصلاحه، الرقم بتاع هبوط عضله القلب سيستمر ابدا، هيفضل نفس الرقم. يعني لو العضله 35 هتظل 35، مش ده الرقم اللي احنا بندور عليه. احنا الرقم ده جزء من المنظومه اللي العيان بيتحسن بيها، فممكن العيان النهجان اللي عنده يروح، يقدر ينام على ظهره كويس، مفيش تورم في رجليه، يقدر يطلع السلالم طبيعي، يقدر يرجع لعمله طبيعي، يمارس حياته بشكل طبيعي، بس هتظل الكفاءه ثابته. هي الكفاءه دي رقم من ضمن الحاجات اللي احنا بندور عليها. فللاسف الشديد كتير جدا من المرضى بتسيب كل حاجه وتهتم جدا بالرقم ده، يقول لك لا العضله كانت 35 بقت 36، دي زادت 1%، لا دي نزلت 2%. لو احنا دخلنا في الحدوته دي للاسف دي حدوته مش علميه خالص، ومش هتأثر على صحتك في حاجة. أهم حاجة الكلام اللي قلناه كله على بعضيه، التزامك بالدواء، أسلوب الأكل السليم في صورة أكل صحي بكميات ضئيلة خالية من الملح أو قليلة الملح، ما خدش أدوية مسكنة زي الفولترين والكتافلام والفلدين، الأدوية دي بتحبس الملح جوه جسم الإنسان. أبعد عن نفسي بالمجهود الزائد في الحر الشديد. لو عندي دور التهاب في صورة التهاب رئوي أو التهاب في قناة مجرى البول، لازم أتوجه للطبيب، ما اعتمدش على نفسي في أسلوب العلاج. لو ظهر عليا أي علامات بتقول إن وزني زاد 2 كيلو أو رجليا ورمت أو بدأ نفسي يتكرش، ما استناش بقى أقعد أسبوع واثنين وثلاثة لغاية ما أرجع الطبيب. يفضل بدري أروح لطبيب القلب بتاعي بسرعة عشان يعيد ضبط الأدوية مرة تانية، لأني لو سبت نفسي أسبوع أو 2 أو 3 المصير دخول العناية المركزة والمستشفى، ونبدأ من أول وجديد مرة تانية. في نهاية الأمر أتمنى لحضراتكم جميعا الصحة والسلامة، وأتمنى ليكم الحفاظ على صحتكم، سواء الصحة العامة أو صحة القلب اللي هو يعني الموتور المهم بتاعنا كلنا. وربنا يزيد لكم دايما في الشفاء وفي الصحة، ونشوفكم دايما بألف خير.